مرحبا جميعا. فيديو بستنى قاعد 1/1/2021 اني اعمله فيديو مراجعة اهداف 2021. ياسر مصطفى واعتبروها نو مور، وحطوها لما بتكون في اي بلاي ليست، وخلينا نبلش. في نهاية 2020 31/12/2020 أتخيل طلعت في فيديو من مكان حلو موجود في قطر، وحكيت لكم أهدافي لعام 2021 وقززتكم خلال 2021، وأنا أحكي لكم حطوا أهداف لنفسكم واستثمروا طاقاتكم وحطوا نظام للتشيك ليست اللي بدكم تشيكوا عليها إذا أنتوا بتعرفوا أنه عملتوا الإشي ولا ما عملتوا، وبعدين قيموا هذا الشيء اللي انتم حطيتوا له هاي الاهداف او الاهداف اللي انتم حطوها اوريدي، بعدين حاسبوا حالكم او كافوا حالكم. اليوم ما بعجينا بنرجع للفيديو تبع 2021 الاهداف تبعتها، ونشوف هل انا انجزتهم ولا ما انجزتهم، هل بدي مكافأة ولا لازم اخبط على وجهي. خلينا نبلش. الهدف الاول كان الهدف الاول متعلق باني انا انجز شهادة ريكس او RICS المتعلقة في Project Management Building Information Modeling او البم Management، واللي حصل اني الحمد لله في فبراوري 2021 زي ما انتم شايفين على السكرين انجزت الكورس ونجحت في امتحانه واخذت شهادة ريكس بم Management. الهدف الثاني العام 2021 كان متعلق بدراستي الماسترز بجامعة قطر انجينيرينج مانجمنت، انزل 6 مواد خلال الفصلين وانجح فيهم كلهم، واجيب في 2 منهم بي بلس، واجيب في 4 منهم اي. بعتبر حالي انجزته لكن مش بالدقة المطلوبة. الحمد لله انجزت 6 مواد بنجاح، 4 منهم جبت فيهم اي الحمد لله، وواحدة اللي هي الثيسز بي اللي هي pass وليس بي اللي هي بول، واحدة منهم جبت فيها بي اللي هي بول مش pass، فصار عندي 4A وواحدة بي، فأعتبر ابن عالم الناس. الهدف الثالث لعام 2021 متعلق بجامعة قطر وإنشاء نادي البم أو نادي Building Information Modeling داخل جامعة قطر في الأندية الطلابية، والحمد لله رحت وجبت الفورمز وقرأتهم كثير منيح، قرأتهم بغزارة، راجعت قراءتهم مرة ثانية الحمد لله فهمت منيح شو المطلوب منهم، ما عملت ولا إشي وما لحقت لأن انشغلت كثير، فهذا failed. الهدف الرابع من أهم الأهداف في عام 2021 أني أنشر 2 papers either في journals أو في conferences أو في wherever، المهم أنشر 2 papers لهم علاقة في تخصصي في الماسترز، وبهم كثير عالي خلال عام 2021 ما عملت منه ولا إشي، فهذا الهدف failed. والهدف الخامس متعلق بجدار الشرف الموجود وراي، أنا سميته جدار الشرف ليه؟ لأني بعلق عليه شهاداتي، بعلق عليه إنجازاتي either العملية أو البراكتيكالية، فكان الهدف أني أنا أضيف 6 إلى 8 شهادات لجدار الشرف تبعي، الجدار تبعي مش أضيفهم للشرف تبعي، جدار الشرف تبعي ينضاف إليه 6 إلى 8 شهادات خلال سنة 2021. هل عملت هذا الحكي؟ خلينا نشوف مع بعض. رقم 1 بم مانجمنت ريكس كورس فبراير 2021. رقم 2 PMI Project Management Institute Membership. رقم 3 BMP Course Certificate من مين؟ من Excellence Institute أو Training Center. رقم 4 BMP Certificate من Instructing.com العالمية. ورقم 5 PMP من
Udemy online course. Yes, I have taken 3 BMP courses. وكنت ناوي اخذ كمان امتحان البي ام بي واخذ السيرتيفيكت الانترناشونال له، لكن خلصت السنه قبل ما اخلص. هلا خلال الشهرين ان شاء الله او الثلاثه الجايين حناخذ البي ام بي سيرتيفيكت. المهم صرنا 5، جاسر لساتك ما وصلت لستة لثمانية، لا تضحك علينا. بحب احكي لكم انه لسه اول امبارح قبل يومين من تسجيل هذا الفيديو اخذنا شهاده رقم 6 وهي اوتو ديسك سيرتيفايد بروفيشنال ريفيت اركيتكتشر. حرنا جدت الشهادة تبعي، قدمت امتحان ونجحت الحمد لله رب العالمين. طب جاسر هذول 6، يعني انت حكيت 6 ل 8 رحت لي على الحد الأدنى. لا استنى شوي، سيرتيفيكت رقم 7 هيلث برايز اورجنايزيشن، وكنت الهيد اوف جوررز مانجمنت تيم. ورقم 8 و3 ريكومنديشن ليترز من الدكاترة اللي عندي في الجامعة، واحد تبع البروجكت مانجمنت، واحد تبع I think ناسي شو اسمهم صراحة. هاي هم راح يبينوا عندكم في الفيديو somewhere so you can see هدول الشهادات. وصلنا الشهادة رقم 9 understanding FedEx standards form of contracts. فهدول 9 شهادات تعدينا التارجت تبعنا للعام 2021، فهذا pass، هذا الهدف تم تحقيقه. والهدف رقم 6 101 things series either videos books notes posts whatever. الحمد لله بلشت في 101 things I learned from TED videos، ونزلت لي يمكن 13 14 15 فيديو بس فيهم كثير اشياء تعلمتهم. والحمد لله ان شاء الله اني انا مكمل في هذا السيريز لكن على حسب وقتنا. وكمان عملت مرة هيك سميته كتيب 101 things I have learned from 2020، عملته في 2021 ونزلته على ويب سايت لإلي بس لغيت الويب سايت لأنه الويب سايت هلا حنحكي عنه كمان شوي. فهذا الهدف pass، صرنا 4 pass 2 failure. والهدف رقم 7 متعلق في اليوتيوب والسبسكرايبرز والفولورز، انه نوصل 10,000 مشترك على اليوتيوب خلال 2021. وصلنا ل 8,650 سبسكرايبر هيك على اليوتيوب. سو نقدر نحكي انه it is a pass بنسبة 86%، 8,600 من 10,000 86%. سو it is a pass. 5 pass و2 failure. هدف رقم 8 متعلق في العمل، ندخل على الشركة في 2021 حجم 1.5 مشاريع أو عمل أو income من العمل الذي تم إنجازه خلال 2020 داخل الشركة، والحمد لله بنسبة 80% نجحنا في هذا الهدف. So it is a pass. 6 pass versus 2 failure من الأهداف لهلا الحمد لله الأمور تحت السيطرة. والهدف رقم 9 I think يمكن وصلنا 9 ما علينا، متعلق في الويب سايت اللي أنا كنت عم بشتغل عليه بشكل extensively بصراحة www.gsubai.com، إنه يصير عليه حجم المبيعات على هذا الويب سايت على الأقل يساوي حجم مصاريف الويب سايت، إذا من الويب سايت هوستينج، الديزايننج، الإليمنتس، الإمبورتس، البلاجينز، الجهد تبعي، الوقت تبع الناس اللي بتشتغل معي اللي هي أختي ميري الله يخلي لي إياها ويحفظها. والحمد لله ما نجحنا بالمرة في هذا الهدف ووقفت هذا الويب سايت مؤقتا، بس راح نرجع إن شاء الله ونشتغل عليه، لكن لما يكون في عندي مجال أحط وقت أكثر بكثير على هذا الويب سايت لحتى يتم إنجاحه. و I have shifted to my own website www.arkygiso.com. بحب تروح تشوفوه وهي موجودة على السكرين، بحط لكم إياها بصندوق الوصف واحكوا لي رأيكم عنه في الكومنتس. لهون نكون خلصنا تقييم الأهداف لعام 2021 I think بنتيجة 6 pass 3 failure، يعني بنقدر نحكي ثلثين ثلث قهوة إشي مرتب عليك يا كيف. الحمد لله I'm proud, I'm very proud, I'm very 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 proud من الأداء تبع عطوفتي
في 2021، ونتمنى انك انت تسوي زي هذا الفيديو بداية كل سنة ونهاية كل سنة، وتكون very 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 للصبح very much proud of yourself في انتاجيتك وانجازك وكل شيء تعمله في حياتك. ومن هون لأنزل لك الفيديو تبع اهداف عام 2022، بشوفكم في خير وسلامة وباي باي.